السلام عليكم. طبعا هواي اسئله وطلبوا من عندي، لان سابقا اني نزلت فيديو حول طريقه عمل الاتش دي الكوليسترول الجيد بنظام المانيوال، والبعض طلب من عندي انه شلون اشتغل الستاندر للكيت مال الاتش دي ال المانيوال. هذا اللي تشوفوه هو هذا الكيت مال كوليسترول اتش دي ال شركه بايو سيستم الاسبانيه. طبعا انا كنت فاتحه مسبقا، فمن راح تفتحوه؟ طبعا هذا الكيت هو بدبل يعني 100 تيست كعدد كلي. فمن تشوفون؟ تشوفون اثنين فيال ابيض واثنين فيال هذا البني الغامق. معناه انت شو تسوي؟ معناه من تيجي تشتغل راح تطلع واحد بواحد، وبعد ايش يجي وياه؟ طبعا هو الكيت جاهز، يعني يجي ليكويد سائل جاهز للاستعمال، يعني مو باودر وانت تقدر يعني تحضره او كذا، او مثلا محاليل تبعد تمزجها حتى تسوي بها وركينج ايجنت. لا، فالكيت من تفتحه، وانا سابقا طبعا هم شرح على الاتش دي ار، راح تلقي دني الاثنين. بالاضافه الى ذلك هذا هو الستاندر، واذا تحبون تشوفوا هذا الستاندر 5 مول كوليسترول. طبعا بعض الشركات يكتبوا لكم تركيز الكونسنتريشن مال الستاندر على الكيت، والبعض كتبوه باللفلت اللي هي تجي ويا الورقة. اللفلت اللي هي هذه الورقة اللي تجي ويا الكيت هنا، ويكتبوا لكم تركيز الستاندر ايش قد. تركيز الستاندر هذه المعادلة طبعا تطبقوها، اللي هي تقسيم الامتصاصية مال التيست عن امتصاصية الستاندر اللي احنا اشتغله في 52.5 بهذه، وين اذا تي تستخدم الوحده المليغرام على ديسيليتر. اوكي، فهذا هو تركيز الستاندر، وهنا طبعا البروسيجر موجود. طبعا سابقا انا متطرق الى طريقه عمل الاتش دي ال. طريقه عمل الستاندر شويه تختلف عن عمل التيست. ليش؟ لان عندكم بالكيت عندكم كيت فيالات اثنين، هذا خاص بالترسيب ريسيبيتيشن، هذا خاص وين؟ بالسامبل اللي هو يسوي اللي مسؤول عن عملية الترسيب وراها عملية طرد المركزي. فهذا بالستاندر ما عندكم شغل به، الشغل وين؟ هنا بالإضافة الثانية اللي هي تاخذون 1 مل 1000 مايكروليتر من هذا الفيال، ثم تاخذون 50 مايكروليتر من الستاندر وحضن 37 مدة 5 دقائق، وتقرأ على طول موجي 500. وحاليا أنا راح أشتغل أمامكم هذا الشغل، راح أخذ 1 مل، هذا 1 مل، وراها أخذ 50، هاي 50 مايكروليتر من الستاندر وليس من العينة. هذه 50 مايكروليتر، أجي نسوي ميكس طبعا بالمادة، وراها راح أحضنها 37 درجة لمدة 5 دقائق، وراها تقرون على طول موجي. طبعا أنا جهز عندي الاسبكتروم صفر وكامل، تقروا على طول موجي 500، والقراءة اللي تطلع لكم راح تثبتوها، والقراءة اللي تطلع راح تثبتوها عندكم بالجهاز. ايش وقت تحتاجون تعيدون الستاندر؟ يعني مثلا اذا انت فتحت كيت جديد، اذا انت شك بكفاءة الكيت مالتك، وهذه هي المعادلة عندكم اذا واضحة. الامتصاصية مال الستاندر انتم ورا 5 دقائق راح تطلعوها على جهاز الاسبكتروفوتوميتر، وعندكم تركيز الستاندر موجود، يبقى عندكم بس التيست مال البيشنت اللي سامبل. اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو، دمتم بصحة وعافية.